بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مخدرات كي أيام مالين بمالين تكدم بيد كسوة بضانا أي بلد كان مقدشو وحضو ما ليسا مخدرات كي مالين بمالين كدم بيد كسوة بضانا أيام ووري بدأ يرتي مستقبل كل رجين أي إن أنفعان بدك مسلمين تا استعمال أيام مخدرات كي وحصوب حي نوعيال كل الدون ومخدرات ووحا وين من دور يال ها هادين كو عربد وصبايسان ووحا وين دلنيرادو اسكو درايان ها هادين كو تابوق اللي يرادو اسكو ليدي يدد كي تامع ده ديقنا دلنيرادي ما انت آدي هادو استعماليان وحا وين مخدرات فربضان ايا سواق لي بلدك اللوغو تلق لي دلنيرادا وحا وين دائر تاين لغو دماريو لغو باب ايو اخلاقيات كود لغو باب ايو شريتان كود ايو حقبت كود لغو باب ايو مخدراتكم مركا خطرت إلى ذهاي بلشدة دبكة يكينيسو قويس كدبكة يكينيدو قفك شخص جا كل جيس دبكة يجارسينيدو يوحو يقاب كله هرتجي كراه أيان إن شاء الله تعالى نور كلمة كذي ضعنا كوه هذا كهر مرة دبكة يكينيدو بلشدة عوام مجتمع وحو يأد يادو وين علمضو كهلنا وحي تاعي تفشي الجرائم وحاكو نحفا فاي بلشدو مركي مخدرات استعماشو دلك يا وحاوي اسدباتين تا ياكو نحفا فيسا وحاوي مال دلكو قبطو هداد عرقتو ومال لغا استعمالو مخدرات يوحيالها من دور ياشا أسباب تكوباد المجتمع عاية دبك يوكين توحا كميد أضرارتا ان دلكو بطو وحاكو كميدة سيهل العلم عدين ساسو قلي سوء الحالة الاقتصادية ان دقاره اباب ايدو وحاوي مخدرات وحي لدغا لمن دقاله وحاوي قفكو هادو مخدرات استعماله مالكي سردن وحو قلنا يا ما دوريه تا وحي كينيسا مركا ان عندو مسويات دي دهايي اما وحك السوغي دي ان وحاوي دقاله العان اي بايسو وجهده وحيالها دباتوين كي بلشده وقيزته سدح وحاكمه ده الانهيار الاخلاقي اخلاق دي باب ايراو مخدرات مخدراتكو اخلاقيات كي باب ايان بلشده اخلاقي دي اي ابر كدقان وحاوي قاوانانتي سكح الشونين ضدكو وحاوي وحي سكح الشونين أخلاق حمادي وحكستو حمانا قفوا أفرضان إسا هدي وحاوي مخدراتكو استعماله أخلاق دي وحاوي أركيسا ضدنرك إسكي سيبا يوضدي قبل وحاوي أركيسا سواقا تي وحاوي أرك طوان مرو مركاسي جيدك داح جيفة مر مدكو قشان إسا لي وحاوي أركيسا جيدك داح جيفة وحاوي داح يوحاوي هولو فيسبوك وإنترنت وحبان أنكو كلاك عينيين كل واحد صنع وعي صو استعمال أنت بدن تيك توك وكلك عينه وقولي أنت وضد أحس يعده وضد يروح جيفة جدك برتين كسو جيفة بابور تمريدي نفتي زي عليك وخلاص كجرت ضد كاسو إن بدن وكمله وحي استعمالان وحي لها من دوريالك أو مخدراتك كحشون ما ين أخلاق حمادي يوحي عليه قف وكحشون أيضا وحي نقرأ يكتب شيء مباع شنو حكمله وحي لها مخدراتك كنان إن عضو الرأي فافان ولبع علاش كنا عاية معددة من نعرضة قفك وحاوي مخدرات كاسم متصلة وحنا العلم مركز ضمن من عهدي سان جوجا أما تابوك هالنقطة أما حشيش هالنقطة أما مثل إسكون درة هالنقطة أما مثل عنا هالنقطة دبا تراسي أوجيزته مجتمع كلا دوين هذا أوجد من أوليب كي أوجيزة يعني مخدرات كبل أسرة أما قيس كاستعمالية كوا حكم ده نقلها قيس كبابين إسا لما حكم ده عرورتا وحساب والنقدان إنه وحبرش هذا كذا عام عنو قان مركو استعمال مخدرات وحي جارسين إيدا إنه وحبرش هذا كتبه وحوي عرورتا مخدرات استعمالها وحبرتا هدي عنو قيسوا وحبرش هذا كفي عن أو باشا تابو قليرة وهذا ما قال هذا كفى أفتي إيه أو أيدي أو نور نوع هذا لكن قار عربض ولا سكول فناي قار العنا أنت بها حتى وحي جارسين إيدا مركض وحبرش هذا كذا تام وانا ارغني دد بدن او waxbarashadii ku dhacay iskuulaadkii natiijo xun keenay daatay inta badan wax isticmaalaan waxa weeye mukhadaraadkaas taabuug ugu hore isticmaalaan waxyaalaha ay bulshada ama ay usrada u keentaa ama qoyska u keento waxa kamida in qoyska ay soo wajahdo cunfi iyo isnaayib oo waxa weeye hooyadii ilmeedii isdagaalaan hooyadii xaaskeedii iyo ninkeedii isdagaalaan waxa soo dhan waxa sabab u ah mukhadaraadka keena dibabka ay u geysato qofka fardiga oo kaliis waxa kamid mukhadaraadku amradul kabad wax la yiraahdo beerkay baabida qofka mukhadaraadka isticmaalaya beerkiisa baabineysa waxa way rijabeel ayuu noqonayaa beerkiisu waxa kale kamid dhig kara ku dhaca qofka waxa way mukhadaraadka isticmaal dhiga ku dhufaraya
oo waxa weey mukhadaraadkan jirkiisa markay galaan qofkii oo caafimaad qaba arkada dhig kara ku dhuftey cudur khatar ay ku dhufanayaan waxa weey dhigiisa ayaa qalayaan sameynaya weey adraarta ay keentay qofka shakhsiga u geysanayd waxa ka mid ah mukhadaraadku diyaacul mustaqbal qofka khamrada ala mustaqbalkiisu waa diyaacma mustaqbal la'aan ku dhacda waxa weey ma shaqeysa karo wax ma qabsa karo qofka mukhadaraadka caba wuxuu noqonayaa qof mustaqbalkiisa nolosha ka dhacay uu noqonayaa waxyaalaha soo dhan waxyaalaha ay mukhadaraadku u geysanayaan waxa weey qofkii bulshadii qoyskii inta ay u geysanayaan saasaga ilaali karna mukhadaraadka dib kale oo ummadii baabinaaya oo daayirti lagu aad u malaydo dawladda darisu inta noo keeneen waxa weey inay ugu tala galeen ba inay mustaqbalkeena ku damaariyaan oo dhalinyaradeena ku baabiyaan seen isaga ilaali karnaa nuqdada koobada la isaga ilaali karaa waxay tahay in wacyiga la badiyo oo waxa weeye dadka laga waaniniyo oo waxa dhalinyarada lala hadlo oo meel walba laga qayliyo oo dadka loo sheego dhibaatada ay leedahay mukhadaraadku waa nuqdada koobaad nuqdada labaad in laga fogaado dadka bay'ada isticmaasha mukhadaraadka in laga fogaado oo waxa weeye dhalinyarada cabta laga ilaaliyo dhalinyarada in la sheekaystaan inay wax ku darsadaan inay waxa weeye la socdaan in laga ilaaliyo oo waxa weeye la karantiilo dadka waxa weeye mukhadaraadka isticmaala waa dariiqa labaad oo la isaga ilaali karo dariiqa saddexaad waxay tahay in waxa weeye qoysku baraarugsan yahay oo aabbaha iyo hooyadu baraarugsan yihiin oo ay caruurta kala dagaalamaan mukhadaraad oo ay xaaladiisa kontaroolaan meeshuu ku maqan yahay waxa uu haayo ciduu saaxiibka la yahay waa in la kontaroolaa waxa weye marka waalidkaa mas-uuliyad culusaa saaran in dhalinyaradii looga digo arrimaha khatarta badan leh oo adduunkooda iyo aakhiradooda baabi'inaya oo waxa weye nafteenna ka ilaalino ahalkeenna ka ilaalino dhalinyarada wax noo baranayd aan ka ilaalino hadda gabdhihii caawa waagoo ragga unbaaba lagu eedeyn jiray wiilashee hadda gabdhihiiyaa soo baxay gabdhihii waxa weeye waxaa la arkay boorsooyinka ku wataa baashii taabuugga aheyd oo iskuulka iyo waxa bareega markii aad la soo baxayo cunaya marka waxa way gabdhahaad iskuulaadka u dirsateen iyo wiilasha iskuulaadka u dirsateen ama jaamacadaha u dirsateen boorsooyinka waxaa uga buuxa muqadaraada uga buuxa marka waa in la kontaroolo caruurta oo mas-uuliyadda ilaahay noo dhiibay aanu gudanaa ayuhal aabaa wal ummahaad marka waxa way ha la baraarugo hurdada ha laga kaco waddanka waxaa ku socda baabi'in xoog badan oo dhalinyarada la baabi'inay ummadna marka daroogo lagu faafiyo akhlaaqdoodii waa la dilay jiritaankoodii waa la dilay waxqabsigoodii waa la baabiyey si waxa weeye marka aan u baraarugno waa inaan qof walba ka qayb qaataa in laga qayliyo masaajidda wadooyinka meel walba dadku isku yimaadaan la yidhaahdo waddanka waa lagu soo duulay mukhadaraada soo galay oo waxa weeye lagu damaarinayo lagu baabi'inayo dhalinyaradii iyo da'yartii ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka baryaynaa shartiisa inuu na dhaafsiyo dadka muslimiinta ana ka badbaadiyo hada wabillahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu